السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جولة وسط المحاصيل الشتوية نتحدث اليوم عن محصول القمح، وهو من أهم محاصيل الحبوب في مصر. القمح نزرعه للحصول على حبوب القمح التي يتم طحنها لاستخراج الدقيق. هناك حبوب قمح يصنع منها المكرونة، وحبوب قمح أو الدقيق يصنع منه الخبز. ونحن في مصر نكاد نعتمد اعتماد كلي على القمح، حتى أننا نسمى الخبز الذي يسمى في جميع الدول العربية الخبز نسميه العيش. إذن هو حياة، القمح بالنسبة للمصريين حياة. وللأسف الشديد ما زلنا نعتمد على الاستيراد. وأتمنى أن تكون الجهات البحثية تشجع زراعة الأصناف عالية المحصول، وأن نقوم بزراعة ملايين الأفدنة الموجودة في الصحراء هنا وهناك. والحمد لله سمعت في هذه الأمطار الغزيرة التي جاد الله علينا بها، هذه الأمطار الغزيرة قامت الدولة بزراعة آلاف الأفدنة قمح زيادة عن المنتظر. هذا هو محصول القمح، والحمد لله مبشر بالخير. هذه هي السنابل كما يقول القرآن، كل سنبلة 100 حبة، ويضاعف الله لمن يشاء. هذه بشائر السنابل، يتم التلقيح والإخصاب داخل الزهرة ويتم تكوين الحبة. الظريف أننا نحن المصريون لا نكف عن عمل الفريك، والفريك هو حبوب القمح الخضراء يتم تحميصها وعمل الفريك، فهو بيبقى له مذاق وطعم خاص في عمل الكباب أو الكفتة، حيث يتم خلط هذا الفريك باللحوم وغيرها مكونا الكباب والكفتة وغيرها من الأكلات الشهية التي نقوم بإعدادها. هذا هو نبات القمح، ونبات القمح محصول شتوي. تزرع البذور أو حبوب القمح في شهر أكتوبر أو نوفمبر، شهر 10 أو 11، لكي ينمو مبكرا كما نشاهد. نحن الآن التاريخ 6 يناير 2019، 6 يناير 2019. إذن هذه سنابل مبكرة لمحصول منزرع مبكرا، محصول قمح منزرع مبكرا. سنابل القمح